طلب لروسيا لتشكيل مجلس عسكري جديد وقدري جميل ينفي لنتابع. مع اقتراب انقضاء 10 سنوات على عمر الأزمة السورية، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن عروض وصلت لروسيا من شخصيات مدنية وعسكرية تحثها على التفكير بتشكيل مجلس عسكري مشترك مهمته قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية. وأكدت الصحيفة أن منصتي موسكو والقاهرة المعارضتين قدمتا طلبا خطيا يتضمن اقتراح تشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها مع موسكو. وبحسب الطلب المقدم من المنصتين المعارضتين، فإن المجلس العسكري الجديد سيضم ضباط المتقاعدين من حقبة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، بالإضافة إلى ضباط منشقين لم يشاركوا في عمليات قتالية، وكذلك ضباط ما زالوا ضمن القوات الحكومية. وستكون مهمة المجلس العسكري الجديد بحسب الصحيفة تنفيذ القرار الأممي 2254 من خلال عدة خطوات، أبرزها إخراج القوة الأجنبية كافة من البلاد باستثناء القوات الروسية التي ستعمل على مساعدة المجلس العسكري والحكومة المؤقتة وتشكيل هيئة مصالحة وحماية عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المهمات المقترحة للمجلس كذلك تفكيك كافة ما أسمتها بجماعات المسلحة وجمع السلاح واستعادة سيادة الدولة على أراضيها كافة وتسمية حكومة مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي ينص عليها دستور 2012. كما سيدعو لمؤتمر وطني داخل البلاد تنتج عنه جمعية تأسيسية لكتابة دستور، إضافة إلى إطلاق المعتقلين وإعادة اللاجئين إلى أماكن سكنهم الأصلية وإجراء الاتصالات الدولية لحشد الدعم من أجل إعادة الإعمار. في روسيا في موسكو وعلى ضوء ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، نفى رئيس منصة موسكو للمعارضة قدري جميل كل ما ذكرته الصحيفة حول تقديم منصتي موسكو والقاهرة طلبا لروسيا بخصوص تشكيل مجلس عسكري. نفي جميل جاء عبر تغريدة له عبر تويتر أكد من خلالها أن الخبر لا يمت للواقع بأي صلة، وأبدى استغرابه من توقيته ومحتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها على حد قوله. ونناقش هذا الموضوع مع ضيفي من برلين الباحث الأكاديمي والمعارض السوري عصام زيتون. مرحبا بك معنا سيد عصام في برنامج حديث اليوم. بداية، إلى أي مدى يمكن للجسم العسكري الجديد تمكين الحل السلمي في سوريا؟ طبعا إذا سلمنا بمضمون الخبر الذي ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. مساء الخير أستاذ ليلاف، لكم السادة المشاهدين الأكارم. يعني افتراض أن الخبر اللي نشرته الصحيفة صحيح هو يعني إضاعة للوقت. يعني ما في عاقل يعني يتخيل أنه المشكلة في سوريا ممكن حلها عبر تشكيل مجلس عسكري أو تشكيل حكومة أو. يعني شعب يقتتل من 10 سنوات، الشروخ اللي صارت داخليا صعب على أي مجلس عسكري أو على أي مجموعة يعني إعادة يعني بناءها. هاي من ناحية، ومن ناحية أخرى عن الصراع الدولي والإقليمي على سوريا كمان يجعل من المستحيل على أي مجلس عسكري إنه يستطيع يلبي يعني ما بدنا نقول يلبي رغبات الأطراف المختلفة، وإنما يقوم بما تتوجبه المرحلة من يعني يعني من واجبات لإعادة إحلال السلام في سوريا. أنا بعتقد إنه هذا الكلام أكبر من قدرة أي مجلس عسكري، وبعتقد إنه هي كلها تسريبات. يعني ما بعرف إذا كانت أجهزة أمن أو مخابرات تقف خلفها، بس أنا بعرف إنه اللي بدأوا بتسريبها يعني هم البعض يعني عم يتقمص دور الحكواتي والمتنبئ يعني. فكل فترة بيطرحوا اسم وكل فترة بيطرحوا يعني إشاعة بحيث أنه يلهوا الشعب السوري. أنا بتوقع أنه هذا الكلام كله ما له أي أساس من الصحة. طيب، يعني تعقيبا على ما ذكرت، مراقبون رأوا بأن الخطة المطروحة هي متمسكة بالأسد أكثر وهي مجرد بالون اختبار لردود الأفعال، ما رأيك؟ ممكن، يعني ممكن بالون اختبار، وممكن كمان مثل يعني الألعاب اللي تعودنا عليها السوريين، إنه كل فترة بيطلع لنا شيء بالإعلام
بحيث انه يصبر السوريين انه في حل قادم في الافق. يعني انا ما بعرف يعني الناس المتحمسين لاسم فلان او اسم فلان او برشحه، يعني ما بعتقد انه المجتمع الدولي عم بدور على رجل واحد، ولا يعني بعتقد جازما انه بالنسبه للمجتمع الدولي الحل اللي انفرض بال 2015 هو الحل النهائي. يعني سوريا مثل ما هي موجوده هلا الان، ما بعرف اذا بنحسن نسميها سوريا، التقسيمات اللي صارت هي ما لا يعني مرحليه على الاقل، يعني على المدى المتوسط والقصير. يعني بعتقد انه يجب التعامل مع المساله السوريه بجديه اكثر ووعي بنضج. طيب، على افتراض أنه ما جاءت به صحيفة الشرق الأوسط صحيح، طبعا المجلس العسكري الجديد المراد تشكيله يفترض إخراج جميع القوى الأجنبية من سوريا عدا روسيا. هنا رد الفعل الإيراني والتركي، يعني هل إيران ستخرج من روسيا، تركيا عفوا من سوريا، هل تركيا ستخرج من سوريا؟ هذا السؤال إنه يعني في الانقسام الاساسي حاصل في ضمن الشعب السوري. يعني في جزء من الشعب السوري يعني يحن الى الخازوق العثماني، يحن الى الاستبداد العثماني لطيله 400 سنه، يعني فهو متمسك بالتركي اكثر من تمسكه بهويته السوريه. ما في شيء اسمه للاسف الشديد سوريا بعد الاستقلال يعني ما انعطت مجال لتكوين اي هويه وطنيه تجمع هذا الشعب، لذلك امام اول ازمه يعني انهارت، ما في وحده وطنيه، كل قوميه كل طائفه لجأت للرابطه اللي بتربطها بعيدا عن الهويه السوريه. يعني من يتخيل انه ضباط الجيش الاسدي يسلموا اسلحتهم ويسلموا كل الامتيازات اللي بايديهم في سوريا وما حولها لمجلس عسكري بهالبساطه؟ الموضوع يعني ابعد من هيك. انا اعتقد انه كل هذا ضرب من الخيال، احلام لا يمكن تطبيقها. اعتقد انه وما زلت يعني اصر على يعني ضروره وضع سوريا ضمن مرحله انتقاليه مقسمه جغرافيا تحت وصايه دوليه يعني تعالج خلال كل الملفات اللي راح يكون من المستحيل على السوريين التعامل معها منفردين، ناهيك عن الصراع العميق والثارات التي نتجت عن الحرب 10 سنوات. طيب لنفترض بأنه ما جاءت به صحيفة الشرق الأوسط معلومات صحيحة، كيث ماكنزي في وقت سابق صرح بأنه روسيا تتحدى التواجد الأمريكي وتفرض نفسها كبديل للغرب في حل النزاعات الإقليمية هنا في سوريا، كيف ستتجاوب الولايات المتحدة برأيك مع ما طرحته روسيا؟ تماما، يعني هي المشكله انه الموضوع خرج من ايدي السوريين. يعني مثل ما احنا شايفين هو صراع امريكي روسي على يعني سياده العالم، ونقطه التماس هي سوريا، وكسر العظام هي بسوريا. سوريا هي كمان نقطه تماس بين مشروعين اقليميين اكثر من مشروعين، بين عده مشاريع اقليميه مختلفه. لذلك من العبث انه افتراض هالفرضيه صحيحه على السوريين ان يتعاملوا بجديه اكثر وبواقعيه اكثر مع المشكله. الحل موجود في مكان اخر. اعتقد ان سوريا اصبحت من الماضي مثل يوغوسلافيا، مثل تشيكوسلوفاكيا، مثل الاتحاد السوفيتي. انا يؤمن هالكلام هذا، بس هو افضل الحلول واضمن لجميع الاطراف في سوريا وخارج سوريا. يعني هل ستحاول هنا روسيا استمالة الدول العربية لإقناع المجتمع الدولي في حال رفض المجتمع الدولي هذا التشكيل العسكري برأيك؟ روسيا لإعطائه الشرعية اللازمة يعني. نعم، روسيا تحاول من سنوات أستاذة ليلاف، يعني من سنوات روسيا تحاول أن تعلن النصر وأن يعني تخاطب المجتمع الدولي أنه يلا هاتوا يعني أموال إعادة الأعمار من فترة. يعني ما هي مشغلة مو جديدة أنه روسيا عم تحاول تطلع بمنظر اللي هو قوة عظمى ممكن أنه يعني تكون وسيط في خلافات إقليمية أو دولية. يعني بعتقد هذا الكلام بعيد كثير عن الواقعية، هذا الكلام محط سخري بالنسبة لكل دول العالم على روسيا تحديدا، لأنه فشل ذريع على كل الأصعدة، على كل الأصعدة. يعني يفترض أنه كدولة عظمى بيقدم نفسه كدولة عظمى، بدل ما انك تملأ السماء السورية بمقاتلات وبطيران وتملأ الارض السورية بسلاح وبميليشيات،
أنا بعتقد أنه تأمين رغيف الخبز المواطن السوري وجرة الغاز ولتر اللازوت للتدفئة وحليب الأطفال هو أهم بكثير من كل الأسلحة. وهون يعني إثبات النوايا، وهون إثبات القدرات، إنه يا هل ترى دولة عظمى ولا دولة كرتونية مسلحة بأسلحة نووية. طيب لماذا يعني نعم أعتذر على المقاطعة، ولكن لماذا طرحت هذه الفكرة بهذا التوقيت بالذات؟ استاذ الليلاف يعني انا باكد لك انه بكل على كل مراحل العشر سنوات الماضيه كان في افكار مشابهه تطرح بين الحين والاخر دائما. ولو قليلي هلا من ثلاث اشهر انا بقول لك يعني كمان كان في اسماء وكان في طروحات خياليه تطرح، كانه في حدا يعني عم يحاول انه يثبت من عزيمه السوريين، يخبر من مشاعره انه في حل قادم، لا تشتغلوا لا تفكروا، وهذا الشيء عم يروح لصالح يعني الوقت هذا اللي عم نخسره عم يروح لصالح ايران ولصالح النظام ولصالح كل الطامعين في الارض السوريه وفي كل شيء سوري. للاسف الشديد احنا يعني ضحيه خدعه كبيره، يعني لم يجرؤ انسان انه يتكلم بما اتكلم به انه سوريا لم تعد وحده جغرافيه، يعني سوريا اصبحت من الماضي بحيث انه نبني على حل مستقبلي يعطي الاطراف المختلفه الحد الادنى من مصالحها ومن الامان ومن يعني الطمأنينه. يعني مو معقول انه الضباط الجيش الاسدي هلا يسلموا اسلحتهم لاي دوله، مش لا يا سيدتي قرار جنيف، قرار جنيف مؤتمر جنيف 2254 دعمته الغرب كله، دعمته امريكا صحيح، يعني ما حسوا ينفذوه، ما حسوا ينفذوه لانه في تعنت وفي يعني عناد من النظام السوري، عنده فائض من القوه وفائض من الحلفاء اللي حسن يقاطع مصالحهم مع مصالحهم وحسن يعطيهم ويتنازلهم عن كل ما يملك في سوريا مقابل انه يضل بالكرسي. يعني لاحظ التنازل الغريب لحلفاء النظام، طبعا مغرم بذلك انه متمسكين فيه وما راح يتخلوا عنه، هو يعلم بذلك. طيب على افتراض كمان لو أنه ما جاءت به صحيفة صحيح، تحت لواء المجلس سيكون هناك ضباط ما زالوا في تحت الخدمة في قوات الحكومة السورية، هل من الممكن أن ينضم لهذا التشكيل العسكري الجديد قوات أو ضباط مقربين من الأسد من الدائرة الضيقة من الأسد؟ يعني أنت عم تفترضي أنه صحيح، وأنا بأكد لك نعم نحن نناقش ما جاء في الصحيفة. أنا بتمنى أنه يكون صحيح، بس هذا الشيء يستحيل أنه يكون صحيح، لأنه ما الذي يمكن أن يقدمه أي مجلس عسكري أو أي مبادرة دولية لضباط الأسد أكثر نعم. من اللي هو يعني هنا إذا انضموا الضباط مقربين من دائرة الأسد، يعني هل يعني المجتمع الدولي سيجد صعوبة في محاكمة من اقترف جرائم حرب في سوريا؟ ما بعتقد انه المجتمع الدولي يعني مهتم بمحاكمه اي انسان من 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 النظام، يعني وكانه النظام معه ضوء يعني اخضر دولي يفعل ما يشاء. هي تفضلت يعني انت بنقطه كثير مهمه، يعني خوف الضباط او رموز النظام من المحاسبه ومن المحاكمات، يعني هذا يعني عائق كبير امام اي مشروع اصلاحي او اي مشروع تسويوي بحيث انه نرجع نعيش مثل ما كنا بدوله واحده ونشكل شيء مشترك بيننا. لذلك انا يعني ليس من فراغ لما اقترحت انه يعني ياخذوا امان معين تحت رعايته من تخون بحيث انه يكفونا شر ويكفي قتل ويكفي ذل هذا الشعب ويكفونا شر من 50 سنه. يعني ما بعرف يعني كم سيطول هذا يعني هل المأساة السورية، يعني السوريين ما زالوا يتعاملون معها بمنتهى الطفولية وبمنتهى المراهقة السياسية. الحل يكمن في اتخاذ قرارات جريئة واتخاذ قرارات غير تقليدية. ما زلنا من عشر سنوات بدنا مجلس عسكري فلان أو فلان كفى أعتقد، يعني أنا بوجه رسالة هون لكل اللي يعني يتبرعوا يكونوا بنفسهم يعني حكواتية ومبصرين ومنجمين للثورة، اليوم بيقول لنا فلان بده يصير، اليوم بيقول لنا فلان بده يصير، اليوم كأنه قاعد بالغرف صنع القرار الغربي. يعني هذا الكلام كله استسخاف السوريين للأسف. يعني لازم المعارضة السورية تكبر يعني تكون بمستوى تضحية الشعب. لا يوجد شعب آسى في التاريخ كما آسى الشعب السوري من عشر سنوات. صحيح. يعني يكفي.
وضحت الفكرة جزيلة. الشكر لك ضيفي الكريم على المشاركة وكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من برلين الباحث الأكاديمي والمعارض السوري عصام زيتون. وبالتأكيد أعود وأشكر كل ضيوفي الكرام لليلة، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب وكرم المتابعة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.